حمد حريمي يا اخر حلاوه. وداعا ايه؟ علبه بتمشي. علبه بتمشي؟ لا عندنا لسه بدات تتكلم. عندنا علبه الطفل المتحرك، الك مصلحه؟ طفله ايه علبه بتمشي دي؟ الراجل المحرم غطينا ميشيل، اذا هذا الشيء بيهمك. هذا عمره 27 معقول؟ طيب شوف شوف شو سوى، لا وقف كلمة ثانية. عمره 27 سنة المفروض، يعني المفروض. أنا ولارا دينا والله أحلى حاجة الزباين من دول. إذا بيهمك كنت تعملي بالأوتيل زي كده فكرة؟ كل عم تاكل يا حيف على هالشوارب، يا حيف على هالشوارب، يا حيف على هالشوارب اللي وجهي. عزيز عزيز أقول لها أنا عزيز راح نشيل الغطاء إذا يهمك. ممكن نتوطف لو مضايقك قوي احنا ممكن نشيله على فوق ننام في الهواء. لو مضايقك قوي شنطتك وين؟ شنطتك حبيبي انت يا اخبار يا جدعان بنسمع لغات انا بعاني. لحظه يا ضيعان، فهم يا ضيعان الشعر يا باشا. باشا اول شيء يعني تعال يا كابتن كليل الادب افري ذا مونز في ذا حطينا ستار عندي في ذاك حاطه معلم بقلاوه. طب ودي صوتك مشو نايم يعني ومين مشو يعني تليفون مشو انا هقوم اساله بدل الحزام خليه يعرف ان الله حقه. انا سوري 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 انا رميتها بس عارف لما اه ايه العلبه دي؟ العلبه دي انت منين؟ من شبرا؟ شوي تعال لا من منصوريه. لا لا منصوريه دي اخس اخص على هيك زلام. شايفين يا الصبايا اللي فاكين مع الاسم باش وش يحس فيه من جد؟ دي تانية زعلانة. ازاي تانية تبقى زعلانة واحنا في انا المفروض انك تحذر بنتكم لارا دي. رباش خاشعة طبعا مو بلله ذا سوري ذا خرطي قاعد بعدل ايه قاعد مع لارا وايه بس يبغى مش كيس جوافه جاي من مصر حمسني ما ادري يا اخي حفزني ما ادري عنك حمسني قاعد مع ايه على اساس يقهرك وقاعد مع لارا لانه داخل سراق سراق. سمع البنت مرة قالت كده بنحمس سمع كده سمع البنت مرة قالت أنا عندي لامبورغيني ومدري إيش دودلة تعبولته قالت كده أنا طول إيه لامبورغيني يا أمي شو شو لامبورغيني دودلة تعبولته بس على سيارة لامبورغيني دودلة دودلة تعبولته شو يعني بس أنت تقوليها بس راح يوتيوبك تحكي أنت شغلك بتودينا في الداهية بكلامك ده على فكرة أنا حاسس صدقني يعني أنا حاسس